في السياق، وصف ناشطون في محافظة تعز أعمال التحشيد التي تمارسها بعض التشكيلات في مناطق الحجرية للخروج ضد قرار رئيس الجمهورية، والذي قضى بتعيين العميد عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء 35 مدرع، وصفوه بالتمرد الواضح وغير المبرر. بالنسبة لمن خرجوا أو حشدوا ضد هذا القرار، هؤلاء لن يجنوا لأنفسهم ولأحلام إلا الويل والخزي، لأن الخروج ضد قرارات الرئيس تعتبر بمثابة الرفض والتمرد، والتمرد عبارة عن هي خيانة لأهداف المقاومة وأهداف الثورة والأهداف النبيلة التي خرج من أجلها المقاومون في هذه البلاد. إن خروج مظاهرات من بعض أو من يدعون أنهم من أبناء الحجرية ضد قرارات الدولة، ضد قرارات رئيس الجمهورية بتعيين العميد الشمساني خلفا للعميد الشهيد الحمادي رحمة الله عليه، إنما هو خروج على الدولة وعلى الدستور اليمني وعلى أيضا القانون العسكري الخاص بالقوات المسلحة، وخاصة في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت الخروج غير مبرر إطلاقا. وعلق ناشطون في تصريحات لقناة يمن شباب عن مستجدات الأحداث في الحجرية بالقول إنما يحدث مؤامرة متكاملة الأركان وتنفيذ لسيناريو تم إعداده مسبقا لإسقاط الشرعية واستبدالها بالميليشيا. أحداث الترباء اليوم هو سيناريو معد مسبقا، مؤامرة متكاملة الأركان. أبناء تعز كامل يعلمون ماذا يحدث في الحجرية. هناك مخطط لإماراتي من أجل إسقاط الشرعية أو استبدال الشرعية بميليشيات طارق عفاش والانتقالي والحوثي. في التظاهرة التي دعيت في التربة رفضا لقرارات رئيس الجمهورية، أبناء تعز وأبناء الحجرية مع قرارات رئيس الجمهورية بتعيين قائد اللواء 35، وهذا القرار سيمضي بإذن الله، وكل أبناء الحجرية وأبناء تعز قد التفوا حول هذا القرار وحول تأمين الحجرية بالذات ضد ملشنتها وضد مجيء قوات طارق أو غيرها من الميليشيات، والحجرية بإذن الله ستبقى الصخرة التي يعني صامدة بصمود أبنائها وأبناء هذه المدينة. كما عبر الناشطون عن رفضهم التام لعمليات التحشيد العسكري في الحجرية بهدف تفجير الوضع العسكري في المنطقة، مؤكدين بأن تعز ستسقط كل المحاولات الرامية إلى إغراقها بأعمال الملشنة. رفض عملية التحشيد العسكري إلى مديريات الحجرية بهدف تفجير الصراع، وهذه عملية تمولها أطراف خارجية، ونحن على اطلاع بما يجري هناك من وصول وتوافد قوات من الساحل الغربي إلى مدينة التربة بهدف تفجير الصراع المسلح والاشتباك مع قوات الأمن المتواجدة في المدينة. ولكن الاحتلال الإماراتي لا يريد استقرار اليمن، والدليل على ذلك اليوم يقع في مدينة التربة هو إفلات المدينة، أو يفكرون أن يسقطوا مدينة التربة حتى أنهم بيدخلوا طارق إلى مدينة تعز. فليعلم أن طارق لا يحلم بمدينة تعز، لأن مدينة تعز تختلف على المحافظات الأخرى. مدينة تعز مدينة الثقافة، مدينة العلم، مدينة القلم، مدينة السلاح، مدينة كل شيء. فمدينة تعز ستسقط طارق كما هو عجز بإنقاذ عمه الذي في الثلاجة، سيفشل في تعز وسنرويه في الأيام القادمة في إفشاله في هذه المدينة. سيخرج أبناء تعز بكرة أبيهم.